مقارنة سريعة بين رونالدينو ونيمار دا سيلفا. قبل أن نبدأ، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك لتصلك جميع المقارنات الشيقة. لا نطيل عليكم أصدقائي، لنبدأ. أولاً السرعة. صحيح أن غوشو رونالدينو لاعب سريع ومهاري ولديه قوة انفجارية، ولكن نيمار يا سادة طائرة نفاذة، بحيث يتميز بقوة انفجارية وسرعة قوية وانطلاقات متتالية. أظن أن الإعلام قد تغاضى عن هذه الميزة الموجودة في الفتى البرازيلي. إذن فالسرعة تذهب النقطة إلى نيمار. 2 المراوغة. بالتأكيد لا يختلف اثنان أن نيمار أعجوبة عصره في المهارات والمراوغة. نيمار يضرب به المثل في المراوغة والحركات الأكروباتية داخل الملعب. سرعة بديهية وردة فعل تاريخية يتميز بها هذا الفتى الذهبي. سيالاته العصبية قد تصل سرعتها لثلاثة أضعاف عن الشخص العادي. بالله عليكم لاحظوا سرعة بديهيته. ولكن من يقول هذا الكلام؟ بالتأكيد لم يشاهد الأسطورة رونالدينو. الساحر رونالدينو لم يطلق عليه لقب الساحر هكذا فقط. رونالدينو يستطيع مراوغة أي لاعب يخطر على بالك، وبمهارة وجدارة يستطيع إيهامك بشيء وهو يفعل شيئا آخر. هذا هو الساحر. كل مدافع دخل معه في نزال إلا وقد خسر، مهما كان أصله وفصله. وبكل صراحة يا رفاق، أقول لكم أن رونالدينو هو أفضل لاعب مهاري في التاريخ. دعونا من الكلام، تمتعوا قليلا. إذا فنقطة المراوغة تذهب إلى رونالدينو غوشو. الإنهاء والتهديد. نيمار بالرغم من قوته في صناعة الفرص، إلا أن قوة الإنهاء عند هذا اللاعب عادية أو تحت المستوى، وهذا بالمقارنة مع مستواه. تم تشبيهه مؤخرا باللاعب فينيسيوس، حيث أن الاثنان لديهم ضعف في الإنهاء، بالرغم أن فينيسيوس قد تحسن مؤخرا. أما بالنسبة لرونالدينو فهو قوة جبارة ومدمرة. هذا الشخص يا سادة لا يرحم أمام المستطيل. قوة في التسديد وقوة في النظرة تجعل هذا اللاعب من أكثر اللاعبين المدمرين في التاريخ. يصنع فرصته بنفسه وينهيها في الأخير. هذا هو اللاعب المتكامل، ولن تجده في أي مكان. إنه رونالدينو. إذن فنقطة التهديف والإنهاء تذهب لرونالدينو. عقلية اللاعب. نيمار لاعب مشاكس، حيث أنه كثير الشجارات داخل الملعب وخارجه، ولديه تصرفات طفولية خاصة وإن كان خاسرا في المباراة، حيث وصفه الجمهور الإسباني بالفتى الباكي أو غير المتقبل للخسارة. ولكن يا سادة، بالرغم من كل هذا وعدم انضباطه في بعض الأحيان، إلا أن نيمار لاعب مثابر وحريص على لياقته البدنية والثبات على مستواه. على غرار نيمار، رونالدينو أقل احترافا وأخلاقا منه، حيث أنه دخل السجن عدة مرات، ومعروف عنه أنه يحب السهر والمجون في الملاهي الليلية، وهو ما دفع برشلونة الاستغناء عنه. إذن عقلية اللاعب تذهب إلى نيمار دا سيلفا.
ركلات الحرة. نيمار لاعب جيد في الركلات الحرة، وتحسن مستواه في الآونة الأخيرة، حيث أصبح بإمكانه أن يسدد ركلات الحرة وفي وجود الأسطورة ليو ميسي. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تمكنه في الركلات الحرة. ولكن يا أصدقائي، إن تكلمنا عن رونالدينو في الركلات الحرة فهو جبار وقناص عظيم. رونالدينو يعتبر من أعظم مسددي الركلات الحرة في التاريخ، إلى جانب كل من جونينيو وليو ميسي وكريستيانو رونالدو نسخة مانشستر يونايتد. إذن فالركلات الحرة تذهب إلى رونالدينو. ركلات الجزاء. من يرى قوة التسديد وقوة القنص عند رونالدينو يقول أن هذا الأخير فنان في ركلات الجزاء، لكن لا، غوشو ليس بالفنان في ركلات الجزاء، حيث أنه أضاع العديد من ركلات الجزاء مما أدى إلى استبدال المدرب شارة التسديد منه وإعطائها للاعب آخر. نيمار دا سيلفا يا سادة، هدوءه وثباته وقوة تركيزه أثناء التنفيذ تجعله من أفضل مسددي ركلات الجزاء في التاريخ. بالله عليكم، لاحظوا كيف يرمي الكرة بكل سلاسة حتى تجعل المشاهد يظن أن ركلات الجزاء سهلة للغاية. إذن فركلات الجزاء تذهب النقطة إلى نيمار دا سيلفا. التمرير وصناعة الأهداف. لا يمكن أن تجد برازيليا قط يخلو من لمسته السحرية والفنية، وهذا ما يسقط على نيمار وروبينيو والعديد من البرازيليين. لمسات فنية وتشكيلية يقدمها دا سيلفا في الآونة الأخيرة، تجعل المباراة تأخذ رونقا جميلا للمشاهد لكي يستمتع بها. ولكن إن تكلمنا عن الساحر رونالدينو فكلمة الساحر تعطيكم الخبر يا أصدقائي. لمسات هذا الشخص غير عادية وطبيعية بتاتا. قوة قراءة وتركيز عند هذا اللاعب تجعله يستحق لقب الساحر عن جدارة. بالله عليكم، لاحظوا معي هذه الصناعة. إذن فصناعة الأهداف والتمرير تذهب إلى رونالدينو. والآن أصدقائي، لنعلن من الأفضل. سأترك الحكم لكم أصدقائي. الاسم الذي يذكر كثيرا في التعليقات هو الفائز. إلى هنا انتهت رحلتنا لنهار اليوم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، وإن كنت جديدا معنا فلا تتردد في الانضمام لعائلة دراما كرة. السلام عليكم.